الو البث المباشر؟ نعم يا اخي تفضل. يا اخي الى متى المواطن بده يظل تحت القهر وتحت التمييز؟ مش معقول يا عمي المواطن، ليش مغيبين وانتو؟ وين العدالة؟ وين العدالة؟ يا اخي الله خليك ما تنفعل وفهمني شوي شوي. يا اخي بدي اقول لك، مش الدستور قال انه جميع المواطنين متساويين؟ ها؟ نعم يا اخي نعم. طيب وين العدالة؟ وين التوزيع العادل لمقدرات الدولة؟ وين قل لي؟ اخي المتصل روق واحكيك بشوية هدوء، خلينا نفهم شو القضية عشان نساعدك. يعني مش معقول من الصبح وانا بنبش بالحاوية مش لاقي فيها ولا اشي. ايوه وحاويات ثانية، تعال فرج بعيونك، مليانة خردة، مليانة زبالة، مليانة اكل، مليانة شغلات كثير كويسة، بس يعني مش معقول الحكي. لازم يسمعني الكبير والصغير في هالبلد، لازم يكون في توزيع عادل للزبالة.